انطلقت من كورنيش مدينة المضيق فعالية الدورة العشرين لمهرجان شواطئ الاتصالات المغرب بسهرة حاشدة لنجم الأغنية الشعبية سعيد حاج. أدى الفنان كشكولا من أشهر أغانيه المتميزة بإيقاعاتها الشعبية تلاقى تجاوبا كبيرا من طرف الجمهور الذي حج بكثافة إلى منصة العروض المقامة بالقرب من شاطئ المدينة. الالتقاء ديالي بالجمهور مني كنت صغير تكبرت دابا وليت عندي اسم، الجمهور هو سببنا باش حنا وصلنا لهذا الشيء. كنشكرهم والله يحفظهم لينا اللي كيتبعونا، والمواصلة ديالهم معنا هما اللي موصلنا لهذا البلاصة اللي حنا فيها، شكرا لهم. ولكن ان شاء الله نتمنى يعيطوا عليا المره الثانيه والثالثه والرابعه، وهذا فخر ليا وشرف كبير ليا. تضم برمجه هذه السنه ازيد من 100 حفل موسيقي متنوع، حيث يقدم المهرجان تجربه موسيقيه استثنائيه مع حفلات موسيقيه تغطي انواع متنوعه تضم الهيب هوب والراب والأغنية المغربية الشعبية والعصرية والموسيقى الشرقية والراي والرقادة، ما من شأنه أن يضمن برمجة متنوعة تستجيب لأذواق جميع منتاد المهرجان. نجد مسرورين بهذا مهرجان الشواطئ دورة 20 مدينة المضيق. كنشكر جنود خفاء وكذلك كنشكر المسؤولين الذين قاموا على تنظيم هذا المهرجان الرائع. لإنجاح هذا الحدث المجاني بالكامل أكدت شركة اتصالات المغرب أنه تم توفير أحدث البنى التحتية من خلال منصات تتوافق مع المعايير الدولية ومزودة بموارد بشرية وتقنية ولوجستية، مما يجعل العروض الفنية عالية الجودة متاحة للجميع.